قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدي إن مشروع قانون الانتخاب الجديد سيسهم في تعزيز دور المرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة، متوقعا أن تحقق كثير من النساء الفوز بواسطة التنافس المباشر بفضل نظام القائمة النسبية المفتوحة. تصريحات الكلالدي جاءت خلال مشاركته في حفل إطلاق مشروع دعم وتمكين المرأة في الحياة السياسية الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة ومواقع صنع القرار، بالإضافة إلى دعم جهود دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطوير السياسات الحكومية المنفتحة الرامية إلى إسناد جهود دمج النساء في الحياة العامة وصنع السياسات. بدورها ثمنت نائبة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أسماء خضر المشروع قائلة إنه يلامس ثغرات ما زالت موجودة أمام المشاركة السياسية الكاملة للمرأة. في الهيئة المستقلة للانتخاب حقق الأردن أعلى نسبة تمثيل في مجلس، 40% من مجلس المفوضين هم من النساء، وهي نسبة تكاد تصل إلى المناصفة. ولكن ليس هذا فقط، لأننا نؤمن أن العمل الذي يحدث التأثير هو العمل الذي يبدأ من القاعدة وينطلق إلى القمة، أي العمل مع النساء في المحافظات والقرى والبوادي والأماكن النائية وصولاً إلى أعلى المواقع القيادية.